دفاع يعني فريق الضيف ما فيها شيء. يلا بشار عوض الهدف يا بشار، عوض الهدف يا بشار. كاريكا عندك بشار، كاريكا الان، كاريكا بيشوت جول. قلت لك بيعوض بشار عبد الله قبل ان يسجل. الان يرسم كره لكاريكا والدقيقه 28 من الشوط الاول، والهدف الثاني كاريكا البرازيلي. كاريكا البرازيلي من تمريرة رائعة جدا لبشار، عوض الفرصة اللي ضيعها بشار قبل يعني 30 ثانية، ويسلم كرة شرعية لكاريكا اللي تحرك في المكان المناسب. شوف شوف بشار قال له يلا حطها لي بالجول وخلص، حطها في المرمى، والمرمى مفتوح لك في الجهة اليسرى. وهذه هي كرة كاريكا من بشار عبد الله السريعة.